صباح الخير متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة أكادير. تحية صباحية عطرة نزفها لكل المتابعين الأوفياء أينما كانوا، سواء داخل المغرب أو خارج المغرب. كنحييكم عاليا وكنتمنوا لكم صباح سعيد، صباح مبارك بإذن الله تعالى وبركاته. كما تابعتم معنا يوم أمس، فقد أجريت الانتخابات ديال الغرف المهنية، واللي فرزت مجموعة من النتائج، ولعل أبرزها تصدر حزب الحمامة للمشهد السياسي بهذه الانتخابات بانتصار كاسح، فيما كانت هناك هزيمة مدوية لحزب البي جي دي اللي ربما لم يحقق نتائج مرضية للأنصار ديالو. فأنتم كمتتبعين وكمغاربة، كيفاش كتشوفوا المنتخبين ديال المنطقة ديالكم، وأيضا ما رأيكم في بعض التصرفات المشبوهة اللي كيقوموا بها بعض المنتخبين من أجل الاستمالة ديال أصوات الناخبين؟ وانتم بطبيعة الحال كما تبعتوا يوم امس، فكان فيديو صراحة اللي تداوله مختلف يعني رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واللي كيبين احد المرشحين وهو يعرض بعض الاموال على بعض الاشخاص ربما اللي قيل بانهم ناخبين. فكيفاش كتشوفوا هالتصرفات اللي ربما تمس العملية الديمقراطية ببلادنا، وكيفاش كتشوفوا العملية الانتخابية ديال يوم أمس رغم تسجيل بعض يعني الأحداث المنعزلة في مجموعة من المناطق، خاصة اللي كان أبطالها مجموعة من المرشحين اللي حاولوا أنهم يأثروا ربما بشكل أو بآخر على العملية الانتخابية؟ لأن هذه العملية الانتخابية ولله الحمد يعني مرت في ظروف جيدة وفي ظروف حسنة. فبطبيعة الحال يعني كيفاش ربما ناخب أو عفوا منتخب يعني يحاول التأثير على العملية الانتخابية بعرض يعني الأموال ديالو على الناس باش أنهم يصوتوا عليه مقابل المال؟ واش هذا المرشح ممكن أن المواطن المغربي يعتمد عليه في الترافع على المشاكل ديالو على الهموم ديالو؟ فكما كنقولوا دائما، ربما اللي شراك اليوم غدا غادي يبيعك بأبخس الأثمان وأرخص الأثمان. فهذه بعض التصرفات التي دائما ما نراها ودائما ما هي حاضرة في المشهد السياسي المغربي، واللي يعني يجب ردعها ويجب الضرب بيد من حديد على كل يعني من سولت له نفسه يعني المساس بالعملية الديمقراطية في بلادنا بمثل يعني هذه التصرفات. سمير كيقول الله ياخذ الحق في هاد المسؤولين، دمروا هاد البلاد. يا اخي لا نعمم، فقط بعض الناس اللي ما عندهمش ضمير هما اللي كيقوم مثل التصرفات الطائشة، مثل التصرفات اللي صراحة تبين معدنهم الرخيص، وتبين بأنهم من طينة يعني المفسدين ومن طينة رموز الفساد اللي يجب على كل مواطن باش أنهم يحاربوا مثل هؤلاء. يعني دائما المواطن خاص أنه يصوت على الشخص المناسب في المكان المناسب. فكيف يعقل يعني شخص يقدم أموال من أجل استمالة الناخبين باش أنه يوم غادي ترفع المشاكل ديالهم؟ فربما همه فقط هو الصعود لاعتلاء الكراسي والمناصب، ولا تهمه بتاتا المصلحة العليا للوطن، ولا تهمه بتاتا المصلحة ديال المنطقة اللي ممكن أنه يكون فيها مسير، سواء مسير في الجماعات المحلية أو أيضا كبرلماني وغيرها من المناصب اللي كيسعوا دائما هؤلاء من أجل أنهم يدفروا بها. فمثل هالتصرفات صراحة
تبين وتعكس النثانة ربما السياسية لدى بعض الأشخاص اللي دائما كيحاولوا في غياب الكفاءة، في غياب ربما مجموعة من الميكانيزمات اللي تقوي حظوظ مرشح على مرشح باش أنه يستعمل المنتخبين مثل التصرفات اللي صراحة كسبيين بالملموس بأننا لا زلنا نعيش ربما على واقع الفساد السياسي اللي خاص أننا يعني كمواطنين وكأيضا مسؤولين باش أنه الكل يتصدى لمثل هذه التصرفات، لأنها تمس سمعة الوطن ولا زالت تكرس لسنوات خالت. فاليوم ربما نحن في 2021، وبالتالي فالوطن بحاجة الناس أكفاء اللي ممكن أنهم يخدموه. فهناك مشاكل عويصة، هناك مشاكل كثيرة اللي كتنتظر هؤلاء المرشحين المنتخبين من أجل العمل على إيجاد حلول بديلة للمواطنين، عوض التفكير فقط في اعتلاء الكراسي والمناصب بهذه الطرق الملتوية وبهذه الطرق المشبوهة. فصباحكم سعيد إخواني الكرام، لازلنا مواصلين معكم في انتظار الآراء ديالكم، في انتظار ارتساماتكم. طبيعة الحال كل واحد يكتب لنا في التعليق ديالو كيفاش كيشوف المنتخبين ديال المنطقة ديالو، واش باقي عندكم ثقة في الأحزاب السياسية بعد يعني هذه الوقائع المشبوهة اللي ربما هزت الرأي العام الوطني، خاصة يوم أمس بعد تداول إحدى الفيديوهات اللي صراحة مخلة ويندى لها الجبين. أم مروان كتقول صباح الخير، الله ياخذ الحق فيهم، غير الوعود الكذب فقط بدون استثناء. لا يمكن أختي أم مروة باش أننا نضع الكل في سلة واحدة، فهناك ناس أكفاء، هناك ناس اللي ربما يخدمون المصلحة العليا للوطن، ويجب فقط أن نعطيهم يعني الفرصة لكي يبرهنوا على ذلك، في حين هناك أشخاص بالفعل كما قلت همهم الوحيد فقط هو الوعود الكاذبة من أجل التغرير، يعني ربما إن صح هذا المصطلح، بالمواطنين حتى يعتلوا المناصب، ويداك ربما مصلحة المواطن تكون في مهب الريح. فعبد العزيز بيلك يقول لو بارلمان دو اتر ديريجي بار لي ماروكان دوريجين. تحياتي لك خويا، شكرا لك. حسين حداش كيقول الله ياخذ فيهم حق كلهم. تحياتي لك اخي الكريم. كنشوف مجموعة من التعليقات اللي ربما كتعكس نبض الشارع المغربي، وكتعكس بالملموس بان الكثير من الناس مابقاش كتثق في المنتخبين ديالها نظرا لمثل التصرفات اللي كتسي يعني، وكتعطي واحد الصورة مقيتة على العملية السياسية ببلادنا. فكنتمنى رجاء من الناس باش انهم يفكروا في المصلحة العليا للوطن قبل كل شيء. فالكراسي تنتهي والمصالح تنتهي، ويبقى فقط الوطن هو الذي يبقى بطبيعة الحال شامخا. فالإنسان اللي ربما كيترشح فيفكر في المصلحة ديال الوطن ديالو، البلاد ديالو، المنطقة ديالو، باش انه يخدم الصالح العام. فالمصالح يعني المواطنين ربما سئموا من نفس الوجوه، سئموا من الوعود الكاذبة، سئموا من مجموعة من الأشياء اللي دائما ما تتردد على المسامع ديالهم. بغاو اللي يخدم بلادهم، بغاو اللي يترفع على المشاكل ديالهم، يلقى حلول للهموم ديالهم. فريد الشتوكي كيقول يجتمعون على مصالحهم الخاصة. تحياتي لك. خاصي يشربوا هذوك اللي كيقراو يشدوا الإجازة وما تلقاو خدمة. تحياتي لك خويا، شكرا لك. سي محمد كيقول لم تبقى ثقة في أي حزب، كل يخدم مصلحته. الدليل حزب العدالة والتنمية اللي لعب على وقل المغرب وسيم في تفقير الشعب العثماني سينتقم لأن حزبه لم ينجح البارحة. تحياتي لك أخي الكريم. فبطبيعة الحال النتائج ديال اليوم أمس كانت نتائج ربما كانت متوقعة إلى حد كبير، بعد ما تصدر يعني حزب الحمامة المشهد السياسي، وكل شيء كان واضح، وكانت نتائج ربما ديال يوم أمس
كتعكس يعني الواقع اللي كيعيشوه الأحزاب السياسية. فكنتمنى يعني أن المواطن يلقى يعني الأشخاص المناسبين اللي ممكن أنه يصوت عليهم في قادم من الانتخابات إن شاء الله. ونتمنى أن لا نرى باتة مثل التصرفات اللي كتأثر على العملية الديمقراطية وعلى العملية الانتخابية. فبغينا تكون الشفافية والنزاهة، بغينا ما نشوفوش مثل تلك الفيديوهات اللي ربما يوم أمس يعني كان فقط واحد النموذج مصغر من بين النماذج الكثيرة اللي ربما اليوم حان الوقت لوضع الحد لمثل هذه الأمور.